بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم عندي لكم هاد البياسة هذه اللي يمكن لنا نخرجوا منها شحال ديال الحوايج، سربيتها البلاطو طويل والمربع، هذا مخدة صغار، الافرشه ديال بيت النعاس ديال الوليدات الصغار، شحال من حاجه ممكن نخرجوها منها. بسم الله. نبدا معكم على بركه الله، عندي هنا سلسله نعاودها معكم من الاول. سلسله واحده جوج ثلاثه أربعة خمسة ستة، ستة كنجي لهاد الأولية الأولانية ولا الأولى ولا كيفاش تسميوها، كنسدو كنلوي الخيط على الكروشي، كندخل في وسط الدائرة، ردوا معايا البال، ما كنخرجش هذا، ما كنعاودش نخرج حتى نلوي اللويه الثانيه، ترجع في الدائره. دابا غنخرج النصف ديال الاعمده ونعاود نخرج النصف الثاني، غنخدم جوج سلسله ارجع في الدائره، غنعاود نفس العمليه، نلوي اللويه الاولى جوج الاعمده في براس واحد. جوج سلسله نفس العمليه، هذا الخيط هذا كنخدمو عليه حتى الاخر نقطعوه. دائما جوج سلسله ندخلو في الدائرة، الدخلة الثانية نخرجو النصف ديال الأعمدة ونعود نكملو سلسلتين، نمشيو على هاد الخدمة حتى كنكمل 8 ديال الوحدات. دابا أنا كملت الدائرة ديالي، فيها ستة ديال الوحدات الأعمدة مضوبلين بنفس الرأس اللي هي هادي. دابا تابعوني أشنو غندير، غنسد بعدا هنايا، غنسد في القنت، غنجي هنا ما بين العمودين، ردوا معايا البال، غندير ثلاثة الأعمدة، كل عمود بوحده، ردوا البال، ثلاثة الأعمدة. غندير واحد السلسلة ديال جوج، غنجي هنايا في هادو، غندير نفس العملية ديال الأعمدة الأولين، غندير جوج سلسلة، غنرجع في نفس المكان وبنفس الخدمة، يادي. دابا شنو غندير، ردوا البال، دابا ما غندير لا سلسله لا والو، غنخدم مباشره هنايا ثلاثه الاعمده،
غندير واحد السلسلة، غنجي هنا غنخدم جوج الأعمدة بلوية واحدة براس واحد، نستسمح الكروشيه شوية عندي عيان، غندير جوج سلسلات، غنرجع في نفس المكان وبنفس اللفة. هنايا ما غندير لا سلسلة لا والو، غندخل هنا بثلاثة ديال الأعمدة، هادي باش دابا كنديرو هادو، كنكونو القناص، كنكونو هاد القناص هادو. دابا غندير سلسلة، غنجي هنا غندير جوج لفات ديال عمودين في راس واحد، جوج سلسلة نفس الخدمة، جوج لفات في نفس البلاصة، كندير سلسلتين، كنجي هنا كنخدم ثلاثة، نمشي هكا ندور الخط ونرجع معاكم. هنايا كملت السطر الثاني، القنت الاول مقابل مع هذا وهذا مقابل مع هذا، هما تيبانوا. دابا هذيك نقطة البداية هنا غنساوها، بلا ما نسدو هنايا بمنزلقة، ماشي ضروري. دابا غنخدمو جوج سلسلة، غنجي فوق هاد العمود، غندير عمود عادي هنا، عمود عادي، كل عمود غنخدم فوقه عمود، هنا في هاد السلسلة غنخدم جوج ديال الأعمدة، هادو هما اللي كيزيدونا العرض ديال البياسة، هما اللي كيزيدو في الكبر ديالها. دابا غندير جوج سلسلة، غنجي في هذاك القنت غندير نفس اللوية اللي درت من الأول، لفتين ديال العمود براس واحد، جوج سلسلة، غندير نفس الخدمة، عفوا جوج لفتين على الكروشي، كنتيري المرة الأولى والمرة الثانية، كندير جوج سلسلة، كنجي فوق هذا العمود، كندير عمود عادي هنا، عمود عادي كما العادة، فوق عمود عمود، جوج ربعة غيوليو عندنا ستة، فهنايا غندير جوج أعمدة في هاديك السلسلة اللي درت الأولى، هادي غندير سلسلتين، غنجي وسط هاد الأعمدة ديال اللفات، غنعاود نفس الخدمة، اللفة الأولى والتانية على الكروشي، غنعاود جوج سلسلة، غندير جوج اللفات عاود في الكروشي على في نفس العين، هادي جوج سلسلة، كنجيو فوق العمود، كنديرو عمود ديما هنايا فوق عمود فوق عمود، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونكون وصلت لكم الشرح بطريقة مفهومة. هنا السلسلة ديما خدمو فيها جوج الأعمدة، البياسة كتبان، القناص كيتقنتو كتربع، جوج ديال السلسلة، غنجي هنا جوج لفات، جوج سلسلة،
جوج ديال اللفات، سلسلتين، دائما سلسلتين. غنجي هنا غندير سلسلتين. دابا غنتوليو تخدمو بجوج سلسلات في اي عوينة بحال هادي، جوج سلسلة عمود، عمود اخر هنا، جوج أعمدة في هذا الفراغ. دابا غندير سلسلتين، غنجيو هنايا بجوج لفات كما العادة. ديما وسط هذوك اللفات نديرو ديما نخدمو باللفة مضوبلة، جوج سلسلة لفتين، جوج سلسلة، هنا في هاد هنايا في هاد الفراغ غنديرو عمودين. صافي الخدمة راه غادية مقبولة، دابا ما بقيتوش غادي تلفو. دابا غنمشيو هنا كلشي عمود فوق عمود، هنايا وصلت للقنص. غنديرو جوج أعمدة في الفراغ، البياسة هي كتبان. دابا غنمشيو بهاد الطريقة حتى كنساليو العرض اللي بغينا. هنايا جوج ديال السلاسل، وندخلو تاني هنايا بجوج لفات على الكروشي، سلسلتين. أتمنى تفهموا الدرس بطريقة زوينة، إن شاء الله نكون وصلتها لكم. هو صافي غنديرو تاني سلسلتين، وغنمشيو تاني بالأعمدة. عميدة صافي حتى كندورو تمو غاديين هكاك، حتى كنديرو العرض اللي بغينا حنايا، الكبر اللي بغينا حنايا. المهم انا كسفيت بهاد العرض، راه خدمتو معاكم هو الاول وجدتو، دابا درت معاكم التطبيق باللون الاخر. نتمنى هينا الاعجاب ديالكم، ها الشكل ديالو. كما قلت لكم ممكن ديرو الالوان وحده حده وحده وتخيطهم تزديهم تيجيو زوينين، كيعطيو ديكور زوين. بالنسبه اللي بغى يدير شي ناب مثلا ديال الطبلة، شي فراش كي قلت لكم ديال الدراري الصغار، اي حاجه ممكن تخدموها منه. وما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم وباللايك والمشاهدات، وكنتمنى التوفيق للجميع، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.